الجهات السيادية مصطلح يصعب ترجمته في أي حتة في العالم. تعال كده واكتب كلمة إن في جهة سيادية محدش هيفهمك، تيجي في أوروبا تقول المعنى ده محدش هيستوعب أنت بتقول إيه، لأن المعاني والمصطلحات دي طلقت بالتلاتة من عشرات السنين في كل حتة في العالم المحترم. إحنا لسه عايشين في ظل ما ذكر مشهد خالد صالح كده، الفئات الآمنة، ومن ضمن الفئات الآمنة بيطلع لك مصطلح اسمه الجهات السيادية. فئات هي فوق القانون، فوق المحاسبة في مصر، من ضمنها مثلا الشرطة. في واقعة جديدة أثارت استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بيعتدي رئيس نقطة صندفة محافظة المنيا الضابط محمد سامي على أحد أبناء القرية بالضرب والسب أثناء القبض عليه أمام المارة وعلى الملأ بدون وجه حق طبعا. القصة باختصار هي أنه الباشا الضابط معدي على محل الساعة 12 بالليل، دخل على صاحبه وقال له أنت فاتح ليه لحد دلوقتي؟ هات بطاقتك وتعالى معايا. الراجل قال له طيب هقفل واجي معاك. انهال عليه الضابط بالإهانات، حتى لو عايز انت تقبض عليه او افترضنا ان هو الراجل مخالف للقانون او انه عمل مشكلة او انه فاتح بعد 12 بالليل، اقصى حاجة ممكن تتخيلها ان انت تطبق عليه القانون، تقول له اقفل، هتتعرض لغرامة، هتدفع مخالفة، عصلك معاك في الكلام شوية، هتقبض عليه بشكل معين. لكن تعال شوف ايه اللي حصل وبيحصل في مصر. عايزك هنا وانت بتتفرج على المشهد ده تقارن ببساطة كده بين المشهد ده ومشهد بوبوس حمادة النانوس، نانوس عين مامته، وهو بيقول للضابط سيبك وقام ماشي وسايبه والراجل عايز يديله مخالفة، ولما راح له ولفله وقال له انت كنت عايز تكسر لي المراية. قارن بين ده وده عيل صغير ما كملش 14 سنة ومواطن عادي، راجل فاتح المحل بتاعه ويمكن كل جريمته انه فاتح بعد 12 بالليل. فين ضبط النفس بقى؟ والداخليا بالمناسبة النهاردة كرمت الراجل الضابط اللي اعتدى عليه حمادة النانوس وقالت ان احنا بنحترمه لانه تمتع بضبط النفس اثناء التعامل مع الواقع. فين بقى ضبط النفس اللي تمتع بها الضابط الخنشور اللي اتضايق من ان الراجل مش عايز يطلع مع البوكس؟ هتعرف بالمقارنة البسيطة ان في قانون وفي لا قانون، هنا هيتطبق عليك وهنا عشان انت ابن الباشا مش هيتطبق عليك. بعد الواقعة الأهالي وجهوا استغاثة لوزير الداخلية وللنائب العام إنه يتم إنقاذهم من شغل البلطجية اللي بيقوم بيه رئيس النقطة الضابط محمد سامي. هل يا ترى هيكون في استجابة للأهالي ولا هيكون مصيرهم زي مصير الحوادث اللي قبل كده؟ تعالوا نفتكر مع بعض حادثة حصلت من شهرين بس في التجمع الخامس، لما أمين شرطة في مرور القاهرة اعتدى على سائق في التجمع الخامس وتسبب في إصابته بنزيف والموضوع عدى، ولا كان في حاجة حصلت، ولا كان في ضبط نفس، ولا الرجل اتكرم، ولا اتعامل بشكل محترم، ولا أي حاجة. عارف ليه؟ عشان مجرد مواطن كوبي بيست لنفس الطريقة في التعامل. حتى لو تفتكر عويس الراوي لما جم يقبضوا على أخوه وملقوهوش وقتلوه علشان بيدافع عن أبوه، نفس الفكرة بالظبط ونفس المنهج ما تغيرش. دي طريقة الداخلية، دي طريقة الدولة، دي طريقة النظام في النظر للمواطنين العاديين. في المقابل بدل ما الحكومة بتحاسب المتسببين عن الجرائم المتكررة بشكل واسع من قبل عناصر الشرطة، بدل ما تطلع وتقول احنا هنحاسب ونضبط ونشوف ونحقق ونحاكم، يطلع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يقولك ايه؟ يطلع يبرر استمرار فرض قانون الطوارئ في البلاد. والغريب
انه بيقول ان القانون بيساعد في استكمال خطط الايه؟ التنميه. اه والله تنميه ايه؟ تعال شوف كده بالصور مدبولي امام النواب اعلان الطوارئ يستهدف استكمال جهود مواجهه الارهاب ومواصله خطط التنميه. خطط التنميه اللي الدوله بتقوم بيها واللي نظام عبد الفتاح السيسي بيقوم بيه علشان الدوله تفضل مكمله في مسيره الانجازات والمشروعات والافتتاحات. خطط التنمية اللي بيستهدف بيها مصطفى مدبولي انه يجدد حالة الطوارئ كل 3 اشهر، ولما تفاجئوا ان مجلس النواب دور الانعقاد الاخير بتاعه خلص وانه هيجي الفترة بتاعت الطوارئ هتنتهي في شهر اكتوبر، جمعوا النواب عشان يجتمعوا في لجنة وفي جلسة خاصة استثنائية عشان يجدد حالة الطوارئ، عشان ما ينفعش مصر تبات ليلة من غير ما تكون في حالة طوارئ. حالة الطوارئ اللي بتتجدد واللي بتخلي الداخلية بتدوس على المواطنين علشان خطط التنمية تفضل مستمر. سلم لي على خطط التنمية وحالة الطوارئ اللي احنا عايشين فيها بقالنا سنين علشان نطلع من عنق الزجاجة.